الحقيقة كلام كتير مهم عن أهالينا اللي وصلوا لهذا العمر اللي لسه عندهم طاقة وعندهم أمل وعندهم استعداد يشاركوا وبيحبوا يتحركوا. منورنا ومشرفنا يكلمنا أكتر عن هذه المبادرة الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك أهلا معانا. أهلا يا أستاذ محمود. مساء الخير أستاذ شريهان، مساء أهلا الخير وسهلا. أستاذ عيدي، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على إلقاء الضوء على هذا الجانب المهم من الفئة المهمة في مصر، طبعا وكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية ومعالي وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين قباج على إطلاق المبادرة الهامة والجيدة اللي أسفرت عن نتائج رائعة بالنسبة لكبار المواطنين أو شباب المسنين زي ما حضراتكم أطلقتوا. خليني اقول في البدايه حضرتك قلتي رقم صح اللي هو فعلا لا انا بقى عجباني كبار المواطنين اكتر، لا انا عجباني شباب المسنين اكتر. كبار المواطنين فيها فخامه كده. يعني شباب ولا كبار المواطنين؟ يعني انا بتالي كبار المواطنين حلوه، يعني هو مواطن بس يعني كبير. فدي كبار المواطنين جميله كبار دي. هما كبار قيمه وقامه طبعا طبعا. طب قول لي، خلينا نجيب من الاخر، يعني حضرتك قلت ايه والنتائج اللي احرزناها، ايه النتائج اللي احرزتها المبادره؟ بص تخيل حضرتك لما كبير من المواطنين عايش في الإسماعيلية وبدأ يتواصل مع آخر في الدقهلية عن طريق الواتساب أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكونوا صداقات صح وتبادلوا خبرات، فعمرهم كله ما عملوش الحركة دي، فمش على مستوى فرد، لا ده بقى على مستوى جماعات، بقت في جروبات وجماعات ما بين المسنين المقيمين في السويس، المقيمين في الاسماعيليه، المقيمين في بورسعيد، المقيمين في الدقهليه، بقى فيه ربط ودمج مجتمعي رائع جدا. دي حاجه، الحاجه الثانيه والمهمه جدا، حضرتك طلعتي طاقات وخبرات ابداعيه من هؤلاء الكبار. لو حضرتك كنت حضرت الاحتفاليه اللي عملناها هتلاقي عزف على البيانو، هتلاقي إلقاء شعر، هتلاقي تمثيل، هتلاقي مواهب غنائية. تخيل مسن عنده 85 سنة وعامل نوتة وبيعزف على البيانو، حاجة رائعة، مفيش أحلى من كده. لا حاجه بتدي الامل لبعض. انت عارف كمان حضرتك انه التواصل ده والتلاقي وان احنا نعمل مع بعض ايفنتات وحاجات ونقضي ايام مع بعض ونتبادل فيها الخبرات والمواهب، بندي امل لبعض في الحياه، يعني بناخد بايد بعض زي ما بيقولوا كده. البني ادم لما بيحس انه وحيد الوحده قاتله، وممكن يبقى كويس وما عندوش مشاكل صحيه وكل حاجه، لكن نفسيا واحساسه انه وحيد في الدنيا دي في المرحله العمريه دي بيجيب له حالات احباط شديده. ففكره ان انت تشتغل على الحته دي، السعاده، سعاده المواطن، احساس المواطن بالامل، احساس المواطن ان في لسه حاجه حلوه في الحياه، دي حاجه حد بيشاركه كمان. طب قبل ما يقعدوا مع بعض ويتعرفوا مع بعض، انتوا ازاي بتتواصلوا معاهم؟ ازاي بتجمعوهم؟ يعني هل في قاعده بيانات؟ ازاي بيتم التنسيق؟ ده حقيقه فعلا في قاعده بيانات عندنا في الوزاره بكل المسنين على مستوى الجمهوريه اللي موجودين في الدور والانديه، ونعرفهم بالاسم ونعرف الوظائف بتاعتهم ونعرف خبراتهم كمان، فبنبتدي نحط الرؤيه بتاعتنا ازاي هننفذ معاهم المبادره، ونتواصل مع مدير المديريات والمسؤولين ونبتدي نتجمع في اماكن مختلفه. يعني مثلا زي ما حضرتك ذكرت كده في الاسماعيليه جمعنا 5 محافظات، والدقهليه عملنا المرحله الثانيه برضو جمعنا 5 محافظات فيها اعتبار حضرتك، فكان في تواصل مستمر وبشكل دائم، حتى في يعني تليفوناتي موجوده معاهم كلهم، يعني في تواصل كمان مباشر مع المسلمين، لو عنده مشكله، لو عنده مقترح، لو عنده رؤيه جديده. دي فلسفه الوزاره الجديده اللي هو الانفتاح والدمج المجتمعي لكبار السن. طب لو انا مش عضوه في نادي وانا اسمي مش موجود في قاعده البيانات وعايزه اشترك، يعني يكون ليا نشاط، اتواصل معاكوا ازاي؟ حضرتك ممكن تتواصلي معانا هنا في الوزاره وتبقي موجوده عضوه معانا متطوعه، تقدري تقدمي معانا خدمات زي الخدمات اللي احنا بنقدمها، او لو حضرتك عايزه تبقى عضو مثلا في نادي او ممكن تعملوا جروبات ويبقى في تواصل في دور المسنين وفي كل المديريات من مديريات التضامن الاجتماعي، هتلاقي فيه فريق عمل بيتلقى هذه
الطلبات وبنشتغل عليها ده عشان نحقق الدمج المجتمعي. خلي بال حضرتك برضو في نقطة مهمة جدا، أنا ما عزلتش كبار السن عن بيت الفئات العمرية، لا ده في الاحتفالية كمان كان متواجد معانا أطفال صغيرين، ده برضو نقطة مهمة جدا، والأطفال دول كانوا بيعملوا مسرحية من المكتبة العامة لمكتبة مصر العامة، وكان في فريق من الهلال الاحمر قدم خدمات طبيه للكبار السن اللي كانوا خليني بقى اسال في الحته دي معلش طالما حضرتك طرحتها، فكره انه احنا كنا بنقرا في الخبر كمان معانا انه في خدمات معينه ممكن تتقدم لكبار السن، زي ان انا مثلا اخلص او يتم استخلاص الاوراق الرسميه اللي هم محتاجينها، لو محتاجين المعاش يوصل لهم لغايه البيت، هل الخدمات دي في يعني هتكبر وتوسع وتزيد؟ وحضرتك بصدد إصدار القانون رعاية المسنين، وهذا القانون تضمن محاور كبيرة جدا بتخص ومزايا مهمة جدا لكبار السن، منها حضرتك زي ما قلتي المعاش يوصل لحد بيته، لو محتاج استخراج أوراق ممكن عن طريق مندوب بيروح لحد البيت، وسائل الانتقال ودي احنا نفذناها فعلا، وسائل النقل من 60 سنة بيدفع 50% ومن 65 سنه بيبقى عفاء كامل في وسائل المواصلات العامه. ففي خدمات حتى في مشاركات من وزارات اخرى معنيه بهذا الامر، يعني مثلا وزاره الشباب والرياضه معنيه بهذا الامر في الانديه، وزاره النقل، في وزارات كثيره جدا موجوده معانا ومنصوص عليها في القانون ان شاء الله اللي اتخطط اصداره. بالاضافه الى الصندوق اللي حضرتك ذكرتيه برضه ده موجود نصا عليه في القانون، بس ان شاء الله القانون يصدر وكل المزايا ديت وكل الخدمات ديت هتفعل بشكل سريع. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ان شاء الله يا رب المبادره تحقق الهدف من وراها ونشوفها منتشره ونشوفها في كل المحافظات.